أرحب فيكم أستاذ المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج سلام الكويت. هذا البرنامج الاجتماعي الرائد اللي لكم كل يوم. عندنا مواضيع اجتماعية مهمة دائما، هذه المواضيع تنطلق من قلب الشارع الكويتي ونبض الشارع الكويتي، ونحاول أن نسلط الضوء عليها. المواضيع اللي نتكلم عنها عديدة، ولكن هي مواضيع تخدم المواطن في هذا المجتمع وكذلك المواطن الخليجي والعربي. نحاول أن نسلط الضوء على كل الشرائح والأطياف، يعني أحيانا نهتم بقضايا الرجل، قضايا المرأة، القضايا الاجتماعية، القضايا التربوية وكذلك القضايا الرياضية. اليوم الحلقة شوي راح تكون متشعبة. عندنا في البداية وقفة للمرأة الكويتية والمطالبة بحقوقها، خصوصا أن في الفترة اللي طافت كنا نناقش هذا الموضوع، تطرقنا له بالإعلام بشكل كبير بشكل مستمر، حاولنا التواصل مع المسؤولين، ولكن يبقى دور الإعلام هو التوعية، هو التواصل، هو تسليط الضوء على القضايا المهمة. في الفقرة الأولى راح نتكلم اليوم عن أفكار وحلول مع كويتيات بالحدود. نرحب بضيفتنا الكريمة اللي حرصت على التواصل والتواجد معنا في برنامج سلام الكويت، الدكتورة فاطمة علي الحويل، عضو هيئة تدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت، المستشارة القانونية للجنة كويتيات بلا حدود. حياك الله معي. نحيك. سعداء بالتواصل معك اليوم. وبنتكلم عن كويتيات بلا حدود، تحديدا يعني قبل كم يوم كان عندكم ندوة، وهذه الندوة يعني كان لها أهداف، كان لها رؤية. إذا في مجال في البداية نتكلم عن هذه الندوة وأهدافها. هو احنا كلجنة تطوعية غير مشهرة، يعني هذه تقريبا تعتبر اول ندوة من 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 يعني فكرتنا ومن تنظيمنا، طبعا برعاية كريمة من رواسي رابطة الأمن الأسري. حبينا نطلع المألوف شوية، بما ان انت تفضلت وقلت ان الإعلام يعني حقيقة يقوم بدور وايد كبير، فقلنا احنا ليش ما نستخدم الفن ونشوف شلون تعامل مع القضية اللي احنا اصلا نشتغل عليها. طبعا انت عندك فكرة ان احنا يعني نحدد مشكلات المواطنة الكويتية المتزوجة بغير مواطن، ونرفعها للمسؤولين، وعادة ما نرفع مع مشكلاتها حلول. تمام. احنا نقترح حلول حقيقة، مو بس ناقشون المشكلة، ترفقون دائما حلول معها. اي لا احنا نعجبك ما شاء الله عليك، ما شاء الله يعني على طول نفكر احنا يعني من الاسم كويتيات بلا حدود. صح. شنو يحسسك كويتيات بلا حدود؟ ان طموحنا بلا حدود، افكارنا بلا حدود، يعني خليني احس ان الكويتيه بلا حدود بكل المجالات. صدقت صدقت. تمام، خلينا نرجع حق المحور نفسه ونكمل. يعني هذه الندوه اللي انطلقتوا فيها. اي يبنى مخرج اللي هو محمد حام الشمري، ويبنى كاتب فهد العليوة، للحب كلمة اسم المسلسل الأول، وثريا اسم المسلسل الثاني، والمسلسلين هذول ناقشوا مشكلة الكويتية أو ناقشوا حياة، تفاصيل حياة المواطنة اللي تتزوج بغير مواطن، وطرحوا الأمور هذه بطريقة درامية يعني قريبة للقلب حقيقة. فإحنا حبينا نستخدم الأدوات الإخراجية والأدوات الكتابية في طرح جوانب مختلفة من هالمشكلة، من هالوضع. تمام. للمواطنة. يعني ناقشتوا بهالجانب. أي. تمام. يعني أنا أيضا عندي نقطة مهمة جدا على كويتيات بلا حدود، يعني قضية الورش اللي تحضرونها، الندوات اللي تقيمونها، هل هي تكون عشوائية ولا تكون مدروسة ولها يعني بشكل دوري، تسجيل بشكل دوري ومنتظم؟ لا هو لا لازم تكون مدروسة، بس مثل ما أنا قلت لك هذه أول وحدة إحنا ننظمها، لكن إحنا كلجنة دائما نمثل، يعني دائما نمثل اللجنة في الفعاليات المختلفة. تمام. يعني أنا عن نفسي مثلا أحضر ندوات، أحضر ملتقيات، السيدة الكريمة رئيسة اللجنة، المنسقة، العضوات الكريمات، دائما في أي إيفنت لا علاقة بما يسمى بالمواطنة الفاعلة لازم تلقى لنا ممثل فيها. لازم. وأحب أفصل شوية في المواطنة الفاعلة. فضل. لازم يكون المواطن بغض النظر عن جنسه. نعم. موجود في كل ما يعني المجتمع من أمور التطورية. نعم. اجتماع، سياسة، اقتصاد، قانون، هذه الأمور لازم الواحد يكون ملم فيها يعني في العموم، عشان يقدر يقول إن أنا قاعد أسهم في تطور المجتمع. طبعا هذا لك على المستوى الشخصي، هذا دورك على المستوى الشخصي، ولكن مو الكل يقوم فيه، واحنا نتمنى ان الكل يقوم بهالدور. طبعا ناتي الى يعني نقطه الاعلان ووضع الاعلان وخطه الاعلان التي وضعت حتى يعني تجعل المجتمع يتفاعل معها، هل ايضا كان لها صدى وكان فيها تفاعل عليها؟ قصدك الندوه؟ أيه؟ والله بامانه الحضور كان اضعف مما توقعنا. أوه. انا كنا نتمنى حضور اكبر. ليش دكتوره؟ مثل ما انت تفضلت، هي شويه الثقافه العامه عندنا، لما اكون انا مهتم بالقضيه احضر، لما تكون القضيه مهمتني ما احضر، في حين إن الاهتمام بقضايا المجتمع المفروض يكون بمعزل عما إذا كانت تلمسك شخصياً أو لا. تمام. هذه التوعية إحنا قاعد نشتغل عليها. نعم. يعني وحضرتك تفضلت في البداية وقلت إن إحنا نتكلم عن أمور المرأة وأمور الرجل،
في حين ان احنا في كويتيات بلا حدود عاده نحب نتكلم عن امور المواطن. تمام. المفروض انه يكون المواطن مواطن بغض صحيح. النظر عن جنسه. صحيح. يعني انتوا انطلقتوا من مبدا المساواه واللي انطلق من الدستور الكويتي. اي طبعا. تمام. طبعا. هذه هي النقطه اللي انطلقتوا منها. طيب يعني رده الفعل لما تكون لما يكون الحضور قليل ما يحبطكم ان في المستقبل ندواتنا ممكن تكون اقل؟ يعني اذا انتوا على سبيل المثال سنويا عندكم اربع ندوات او اربع ورش او حتى اربع لقاءات تنويريه ممكن تقول لا خلاص السنه الجايه نخليها اثنين حتى يكون الحضور اكثر. لا بالعكس، هذا يخليك تحس ان المجتمع بحاجه حق اللي انت قاعد تسويه اكثر. تمام. يعني تعتقدين ان كثرتها مفيده؟ لا، القصد ان احنا الحين نتفادى الـ 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 العناصر اللي احنا حطينا ايدنا عليها واللي قالت لنا هذا سبب ضعف الحضور. تمام. انتوا ايضا يعني من خلال ندوتكم او من خلال الدراسات اللي تقيمونها حددتوا فتره انتقاليه؟ كان لكم فتره انتقاليه ولا لا؟ لا، الفترة الانتقالية أعتقد هي لها علاقة بالدراسة. أيه؟ خطة الدراسة اللي أنا أعلنت عنها بالندوة. شنو الدراسة وشنو الفترة الانتقالية؟ تحتاج مقدمة صبور؟ والله أقول إحنا يعني نتشرف هالمقدمة. أيه مو بس لنا، لنا وللمشاهد. هو إحنا مشكلتنا يعني أو المواطنة الكويتية عندها مشكلات حقيقية متعددة الجوانب في جميع جوانب حياتها. المواطنه المواطنه الكويتيه لما تتزوج بغير مواطن هذه بس نحدد في نفسها اولا. ايه؟ في اسرتها وفي اولادها. تمام. اوكي. فاحنا لان احنا واعين بان اساس المشكلات في قانون الجنسيه لان تمام. اولادها لا يحصلون على المواطنه الجسم. مثل اولاد نظيرها الرجل المواطن. نعم. فاحنا اقترحنا كلجنه كويتيات بلا حدود ان يكون في فتره انتقاليه، فتره مؤقته يستحدث فيها المشرع، هذا اقتراحنا، يستحدث فيها المشرع نظام ما يسمى بالإقامة الدائمة. نعم. لأولاد الكويتية. تمام. الغير كويتيين لحد ما يتم تعديل قانون الجنسية في مادته الثانية. تمام. هذا طموحنا. هذه الفترة الانتقالية ممكن مدتها تطول. احنا ما نتأمل ان هي تطول، لكن هي ليش احنا سميناها فترة انتقالية؟ لانها تحل المشكلات مؤقتا. اوكي. يعني احنا مشكلتنا مع بعض القوانين اللي سنت مؤخرا وبعض القوانين اللي عدلت دائما، يعني انا احب اقول ان هي تعطينا بنادولات، ما قاعده تعطينا حلول، ما قاعده تعطينا ادويه. ابربنت. يعني للأسف قاعد يجتهد المشرع، يعني احنا خلينا نكون شويه يعني لطيفين. تمام. في الكلام. المشرع قاعد يجتهد، لكن هل اجتهاده يرقى للمستوى اللي احنا نطمح له؟ لا. اطلاقا. اطلاقا. فيما يعني وضع المرأة خاصة الكويتية متزوجة بغير مواطن، لا. شنو يعني أولادها يبعدون إداريا أو قضائيا؟ هذا يعني يتماشى مع الدستور؟ وين حماية الأمومة؟ وين رعاية الأسرة؟ مو موجودين. فالفترة الانتقالية هذه تضمن لأولادها إقامة دائمة بعيدا عن يعني تسلط تجار الإقامات واستغلالهم لهذا الأمر. نعم. تضمن لهم تكون إقامتهم على أساس من ولادتهم لأم كويتية، حقها في أولادها أن تكون مستقرة. الشغلة الثانية راح يصير عند ما يبعدون إداريا ولا قضائيا في حالة وقوع مشكلة لا سمح الله. أها. يعني التجاوزات اللي هو المخالفات. واضح. المخالفات القانونية ممكن توصل معهم للسقف الأعلى من العقوبات بواقع الجرم اللي هم اقترفوه، لكن ما يبعدون. يعني انت الولد يدش السجن يقضي عقوبه بسبب قيامه بفعل خارج على القانون، العقوبه اللي يستحقها. إيه؟ لكن لا يبعد نفس. نعم. المواطن يعني. تمام. وهذا حقه في اولادها يعني. هذه ايضا نقطه انطلقتوا منها. اي طبعا. وبعد هو لان احنا قلنا ان اقتراح الاقامه الدائمه يستتبع اثار. واحد، لا يبعدون قضائيا او اداريا، يصير عندهم الاقامه الدائمه اللي لا تتاثر بالظروف ولا تتاثر بالزمن وتتحقق لهم بواقع ولادتهم لام كويتيه يعني. تمام. بحق الدم. الشغلة الثالثة، يصير لهم الحق في الميراث اللي أنتوا تناقشتوا فيه مع أستاذة أبرار في الحلقة. صحيح. السابقة. صحيح. ما يصير يعني ما يصير مجحف بحقهم من هالناحية، لأن هو أنا دائما أحب أبدي بالتالي. المواطن الرجل تقابله مواطنة امرأة. نعم. هو يتزوج سواء مواطنة أو غير مواطنة فيكون أسرة. صحيح. المواطنة إذا تزوجت بغير مواطن لا تكون أسرة في نظر القانون. نعم. فتخرج من الرعاية السكنية، في حين أنه هو حتى لو كانت زوجتها أجنبية يدخل في الرعاية السكنية. وطبعا هنا الخطأ خطأ منه القرار الوزاري اللي قام بتنفيذ قانون الرعاية السكنية لسنة 93. نعم. وقال أنه لا يحصل على الرعاية السكنية إلا الأسرة اللي يكون رب الأسرة فيها كويتي. ولكن أعتقد في مبالغ تصرف للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي. إيه أجين إحنا ردينا حق نظام البنادولات، بس هذا المبلغ اللي يصرف لها يعني اللي تستحق المطلقة وتستحق الأرملة ولا تستحق اللي لا زالت العلاقة بينها وبين زوجها قائمة. نعم. هذا الشرط. إيه يعني مبلغ مشروط. إحنا في القانون نقول إن إذا حطيت وايد شروط على الحق
تقوم أنت أصلاً تجحف بأصل الحق. صحيح. يعني من كثر الاستثناءات واضح. ومن كثر الشروط ما تعود تستمتع أنت بالحق. صحيح. أنا حقي كمواطنة أن يكون عندي سكن، أصلاً على فكرة حق السكن هذا من الحقوق الأساسية اللي موجودة في كل الإعلانات العالمية. نعم. حق السكن هذا حق مهم، ويتروالي أستاذة أبرار وضحت ذلك ما فيه الكفاية. صحيح. معك في حلقة الأرض. أبرار المسقطي. فيعني حقي في أن يكون عندي سكن أنا وأولادي. المصيبة أن حتى إذا رعاية سكني أنا ما أحصلها عن طريق القانون، أقوم أنا أشتري بحر مالي لا يرثونه. صحيح. وهي فصلت لك فصلت في هذا الجانب. صحيح. فيعني الآثار اللي تستتبعها الإقامة الدائمة في راحة المعيشة لي ولأولادي كمواطنة، هذا اللي احنا نطمح له في فترة انتقالية لحد ما تعدل المادة الثانية من القانون. هذا على مستوى الرعاية السكنية، ولكن أيضا على مستوى التعليم لنا نقاش، ولكن بعد ما نشوف هذا التقرير نرجع نتواصل معك مرة ثانية. تقرير نرجع نتواصل معكم. سبب اختياري لهذا الموضوع بالذات، أتكلم عن نفسي، القضية تمسني شخصياً، كوني محتك بشكل شخصي مع أصدقاء يعانون من هذه المشكلة اللي هم أبناء الكويتيات، من سواء من الأرامل أو المطلقات اللي هم غير كويتيين، وهذا الشيء خلاني أتساءل إن ليش القضية ما تم طرحها من قبل في الدراما، وحسيت أن الموضوع يجب أن يسلط عليه الضوء، كان قضية مهمة تلامس شريحة كبيرة ولها تأثير كبير، مش بس على أبناء الكويتية والكويتية نفسها، على أهلها، على أهل الأبناء نفسهم، أصدقائهم، حياتهم الاجتماعية، المجتمع بشكل عام قاعد يتأثر في هالقضية الحساسة جدا، وللأسف ما في أحد طرحها بشكل من وجهة نظري إنه شكل يعطيها حقها بالصورة المطلوبة. يعني كانت موجودة صراحة في الأذهان من زمان، وكثير من الناس اللي كانوا فكروا سواء كتاب أو مخرجين، وأنا واحد من الناس فكرت في هذه القضية من قبل، ولكن يمكن مثل ما قال أخوي فهد ما كان في أحد يعني قاعد ياخذ القضية بشكل تفاصيلها أكثر، يسلط الضوء على تفاصيل داخل القضية نفسها. يعني ما حبينا نروح، يعني قدمت أعمال، أنا قريت مرة علي بعض الأعمال في السابق، لا كانوا ماخذين القضية من الخارج. رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، نرجع مرة ثانية الدكتورة، يعني كنت تتكلمين على مبدأ الرعاية السكنية، ماذا عن التعليم؟ هل كان من ضمن أولوياتكم؟ خصوصا أن التعليم في مرحلة معينة مضمون، ولكن بعد البكالوريوس الماستر والبي اتش دي شوي في صعوبة والتحاق فيه. هو حقيقة في صعوبة قبل الماجستير والدكتورة، حتى في يعني الحين على صعيد المواطنين. إيه؟ أولاد المواطن اللي هم المواطنين بواقع. إيه؟ قانون الجنسية الكويتي، نسب القبول للأولاد أقل من نسب القبول للبنات. نعم. هذا تمييز. دخول أولاد المواطنات يعقب دخول المواطنين، يعني الباجي يروحوا له، وهذا تمييز. وإحنا الأمانة طموحنا أن يعامل أولاد المواطنة معاملة نظرائهم من أولاد المواطنين. تمام. الذكور يعني. تمام. فبالنسبة حق البعثات حاليا في بعض البعثات الداخلية، بس ما بلغني أنهم يحصلون على بعثات خارجية. داخلية في خارجية ما أعرف. أنا داخلية على يقين بأن هناك من يحصل عليها. أي. بصعوبة فقط بكالوريوس، ولكن ماستر ودكتوراه لا يحق لهم. ما في فعلاً. وهذه واحدة من الآثار اللي احنا تكلمنا عنها في خطة الدراسة. تمام. إن من ضمن الآثار مالت الإقامة الدائمة بالنسبة لأولاد المواطنة إنهم يحصلون على يعني المعاملة في الماجستير والدكتوراه ابتعاث. تمام. شنو التوصيات اللي طلعتوا فيها عقب الندوة اللي قدمتوها؟ والله توصية واحدة مهمة جداً. واحدة. عادة يطلعون بلستة. هي شاملة. إيه؟ هي شاملة. واحدة. إيه؟ شاملة. إن يعني يبدأ جميع القوانين، المشرع لازم ينظر نظرة حقيقية لجميع القوانين بأن تكون دستورية. تمام.
وقائمة على أساس العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. هذه المادة أعتقد أو هذه التوصية شاملة لكل لازم. الأمور اللي أنت بس هذه بالضرورة تتطلب تعديل المادة الثانية من قانون الجنسية، فتصبح المواطنة اللي هو الحصول على الجنسية بحق الدم لجهة الأم كما هي لجهة الأب. تمام. تتعدل كل الأمور بعدين. نأخذ مداخلة هاتفية معي على الطرف الآخر من الهاتف أختي والأستاذة أمان العيسى، منسق وأمين سر كويتيات بلا حدود. حياك الله معنا، ودي أتكلم عن يعني حملتكم في كويتيات بلا حدود وأبرز المشاكل التي تعانيها المرأة. أنا أول شيء أشكر القناة، أنا دائما في صف المرأة الكويتية وفي طرح مشاكلنا، وأثني طبعا على الدكتورة فاطمة مستشارة اللجنة، وأشكر الإعلام بشكل عام. بالنسبة حق مشاكلنا أستاذي، أنا طبعا إحنا مشاكلنا متعددة، ولكن هي صادرة أو منطلقة من أن إحنا عدم حصولنا على حقوقنا المدنية بعدم تطبيق الدستور. تمام كملي. نعم. فإحنا عندنا طبعا كلجنة تطوعية دائما نحاول نوصل صوت المواطنة للسلطة التشريعية والتنفيذية، علشان نحاول على قدر الإمكان نوصل أو نخلي المرأة الكويتية بظل دولة الكويت أن تشعر بالأمن والأمان بنيل كل حقوقها المدنية اللي تستحقها. واضح معي؟ يعني إيه واضح واضح. إذا بناقش أبرز المشاكل الاجتماعية، معاي أستاذ أماني؟ نعم الصوت قطع. تفضل. تمام. أبرز المشاكل الاجتماعية اللي تعاني منها المرأة الكويتية، يعني ممكن تحلونها من خلال هالمؤتمرات؟ من خلال المؤتمرات. المؤتمر اللي قدمته من خلال المؤتمرات. إيه يعني ممكن نحل هالمشاكل؟ أستاذي إحنا نحاول على قدر الإمكان إن إحنا نضغط إعلامياً علشان نوصل صوتنا، لأن في بعض الشرائح من المجتمع مو عارف نوعية أو المشاكل الاجتماعية اللي تواجهها المرأة. هي صح هي اختارت أن تتزوج غير كويتي، ولكن في تبعات ما قاعدة تصير لها، لأن من عدم تطبيق القانون، من عدم تطبيق الدستور، ففي مشاكل اجتماعية تواجهها، واللي مثل ما ذكرت الدكتورة السكن عندك، عدم التوريث، واضح هذا يسبب لها قلق وأرق. واضح. طيب أبرز الحلول اللي قدمتوها شنو؟ الحلول احنا اللي عندنا صراحة واللي احنا نركز عليها اللي من خلال القانون. احنا دولة يحكمها الدستور والقوانين، والقوانين وضعية وبعون الله ميسر تغييرها وتنقيحها، لكن نحتاج طبعا مرونة من حكومتنا الرشيدة، واحنا كلنا ثقة بأبونا قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد طول الله عمره إن ستكون الكويت سباقة كما عهدناها في تغيير القوانين بإذن الله. طبعا أول شيء إقرار الإقامة الدائمة. نعم. من خلال اللي هي الخطة الدراسة اللي راح تشرح لك إياها دكتورة فاطمة أكثر مني. نعم. بعدين عندنا أمل إنه يكون، وأمل شديد جدا إنه تصدر لأولادنا بطائق مدنية تحمل اللون البطاقة المدنية الكويتية. نعم. بطائق مدنية ولا إقامة دائمة؟ الإقامة الدائمة وبطائق مدنية. لأن أوكي. لما يصير عنده بطاقة مدنية لونها نفس لون الكويتي رح يعامل تلقائيا معاملة الكويتي، ويبعد عنه شبح الإبعاد الإداري. تمام. إذن كل شكر وتقدير لك على التواصل معنا دكتورة. يعني سمعنا كلام الأستاذ أماني مرتبط، يعني الأفكار مرتبطة بينكم والكلام مرتبط بينكم. كلمة الأخيرة اللي توجهينها للمسؤولين في الدولة، طبعا المسؤولين اليوم ممكن يسمعون هالكلام يتفاعلون معه، أيضا أعضاء مجلس الأمة الكرام الأفاضل اللي لهم دور كبير، وكذلك الوزراء اللي يقدرون يحلون المشكلة. كلمة أخيرة. والله إحنا يعني كلجنة، حتى لجنة المرأة في مجلس الأمة وصلنا. نعم. وصلت لها. في تفاعل يعني منهم. بعض الاقتراحات كإعادة تعريف الأسرة المستفيدة من الرعاية السكنية بأن تكون الأسرة ليكون أحد أطرافها كويتي، يعني أحد الزوجين فيها نعم. كويتي. للأمانة هو بعض من أعضاء مجلس الأمة متحمسين، بس ما يكفي بس الحماس. نعم. عشان نحقق أهداف ما يكفي بس الحماس، لازم رؤية. لازم رؤية. نعم. لازم تحديد أهداف. نعم. لازم تحديد أدوات للوصول لهذه الأهداف في غضون خطة زمنية المفروض أنها ما تكون طويلة. تمام. أنا الأوان للمواطنين بصفة المواطنة تلك، بغض النظر عن الجنس اللي منع الدستور التمييز على أساسه، أن يتمتعون بجميع الحقوق كما هم
يعني مسؤولين عن القيام بجميع الواجبات على أساس من صفة المواطنة. هذا شيء لازم يصير إن شاء الله. كل شكر وتقدير لك على التواصل معنا. يعني شكرا لك أيضا على المحاور اللي قدمتيها وعلى حضورك اليوم شرفتينا. إن شاء الله تكون لقاءاتنا القادمة أفضل، وهذه المشكلة نتمنى أن يكون لها حل. كل شكر وتقدير للدكتورة فاطمة علي الحوير. راح أروح فاصل ونرجع نتواصل معكم مرة ثانية.